ألف سردة وسردة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. كل الحق عالشوب. وقال لي قائل ذات يوم قبل الميلاد على سيرة أن رجعت من لندن مقهور على حالنا وزعلان على مالنا اللي عم يروح هدر باسم الثقافة والسياحة والاستيراد والفن. قال لي القائل يا أخي الطقس عندهم بيشجع التفكير والكنكنة، ثلاث ارباع السنة عندهم برد، لذلك تراهم جالسين مكنكنين بهالمكاتب عم يشتغلوا من قلب رب 8 ساعات بالتمام والكمال، وبس يرجعوا على البيت بينضبوا جنب الصوبيا أو بيستمتعوا بالشوفاج وبيطلطلوا من شبابيكم على المناظر الطبيعية وبيفكروا بأحوال الكرة الأرضية وبيطقوا بقى بهالاختراعات. يا أخي الجو بيساعدهم، بس عنا شوب، الواحد منا عايف خلقه من طلعت الشمس لطلعت الشمس، لأنه الشوب يا حبيبي بيشل، بيخلي الواحد منا لا من تمه ولا من كمه. بالشغل بتلاقيه فاتح تمه مرتخي كأنه خرقة يبساني، وبتلاقيه رايح جاي على الحمام هو عم يغسل وشه الوضاح ويغب بهالمي الباردة بفمه الباسم. وبعد ما يطلع من الشغل رح تشتغل فيه الشمس على 24 وترجعه خالص على بيته، هذا إذا كان في عنده بيت. وأول ما يوصل رح ينزل تحت الدوش ويتنعم بالمياه الباردة، لكنها يا حبيبي ستنزل مثل النار عليه، لأنه الشمس فاتت بكل الخزانات وخلت المي اللي جواتها تغلي غلي. وتعى بقى دبر صيدلي ودبر دواء إلها ودبر دواء إلي من نوع المراهم المضادة لحروق الدرجة الثالثة، لأنه حتى بالحروق ما قدرنا نطلع الأول. وبس يجي بده ينام الظهر على أنغام المروحة قبل أن يصبح الكونديشن شعبيا، رح يشوف 10 بنيات وأولاد كزغب القطا يرددن بعضهن إلى بعض، وعلى سوء تفاهمات بين زغبات القطا رح تحصل خناقات وتطلع الأصوات. وبدك تنط من أربعتك وتصرخ بما معناه يعني إنه عدولة خرسي بلي، هاي بالحالات الراقية، أو ممارسة هواية الضرب الحلال بدءا من أكبر زغبوبة ألا وهي الأم، وانتهاءا بآخر زغبوبة ألا وهو البب الذي يبكي على الأرض. ولا تنام ولا تمضي في أحلامك النهارية التي تتضمن عادة جنة من الثلوج تصطك فيها أسنانك من البرد وليس من الغيظ أو القيظ. ويأتي المساء وأنت ومحمد عبد الوهاب فقط تعرفان ماذا يحدث عندما يأتي المساء. فالهواء لا يتحرك عندما يأتي المساء، وإذا تحرك فهو ساخن مثل النار بيشوي خاروف وبيسلخ حمار، فتعود للتمجلس تحت الدوش أو الشاور على أمل أنه تكون حرارة الماء قد خفت في المساء. لكن صنبور الدوش ذي البخوش يصرخ فيك بصوت مبخوخ فاضي ما في مياه ولي، وتبكي وتبكي، ولن تنسى أن تضع طاسة الحمام تحت عينيك اللتين لن يسترضي الدود أن يأكلهما، وتملأ الطاسة من دموعك الساخنة وتتحمم، تصب الدموع وتتحمم طاسة تلو الطاسة حتى تنشف عيناك، وفي الليل تنام بألف يا ويل، وتستيقظ في الصباح لتجد موظف شركة الدموع أمام الباب ودمع العين يسبقه وفي يده فاتورة، وفاتورتك كبيرة كبيرة جدا، فلقد استهلكت الكثير الكثير من الدموع ولم ترى الإرشادات، لم تلتزم بحملة ترشيد الدموع، فادفع الفواتير وانطر مع الناطرين هطول المطر أو تساقط الثلوج. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.